وعاشوا عالم الهجرة على مدى السنوات. فيلم هيريتجز أو الميراث تم عرضه امبارحة بنيويورك سكرينينج لمجموعة من العرب اللبنانيين بمدينة نيويورك. كاميرا البريدج كان إلى الحظ والشرف أن تقابل المخرج فيليب عرقتنجي بلقاء خاص. هل السكرينينج تم بالتعاون ما بين LAU Lebanese American University Academic Center بنيويورك وما بين القنصلية اللبنانية العامة بنيويورك وكيوني Graduate Center؟ ننتقل إلى التقرير المصور ونرجع معك في الحلقة. نحن موجودين بكيوني جراديويت سنتر بنيويورك تنحضر سكرينينج للموفي هيريتجز او ميراث للمخرج اللبناني العربي العالمي فيليب عرقتنجي. هل سكرينينج تم بالتعاون ما بين كيوني جراديويت سنتر LAU اكاديميك سنتر بنيويورك والقنصليه اللبنانيه العامه كمان بنيويورك؟ بنشوفه سوا. عمري مهووس بالتصوير، بصور كل تفاصيل حياتي، بصور عائلتي، ولادي ثلاثة، مرتي. القصة قصة بي لبناني، أهم شيء بحياته وعائلته. صورت كل شيء كأني خايف، كنت مفكر إنه بعد عندي وقت، حتى إجا نهار وكل شيء انقلب. من جيل لجيل والقصة ذاتها عم تتكرر. رجعت الحرب ولعنتها. ولقيت حالي عن جديد عم بترك كل شيء واهرب، بس هالمره ما كنت لحالي، شاركتني عائلتي بقدري. شفت حالي فجأة بدون تفكير عم بقلعهم من بيتهم لاخذهم لمكان اخر. ليش؟ فكرك انا مبسوطة انه كلكم صرتوا برا، انه ولادك رح يعيشوا برا؟ انا ماني مبسوطة، بس انا ما فيي افكر بحالي، بدي افكر فيكم وبمستقبلكم وبمستقبل هالولاد، مش بهالمستقبل. هون 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 نحن شو عيشتنا؟ شو بعمل هالمرة؟ وادعك يا بلادي ولا بقلك ريجي؟ انه نحن انا وياكي متفقين انه نرجع لبنان، مزبوط ولا لا؟ من بعد البوسطة وتحت القصف، السينمائي فيليب عرقتنجي بيخدنا على عالم تاني، مزيج بين الماضي والحاضر. كانوا فاتحين هيدا الباب، كنا نمرق من هون وكمان لهون وما يشوفنا الناس من هذيك الكلمات. انا pris du temps pour m'expliquer pourquoi on était parti parce qu'il y avait la guerre. لانه استيستك سمحت لحالي خبره. اعتبرنا انه الفيلم مش بس لازم ينحضر بلبنان، لازم الاطار المشاهدين يتوسع اطار المشاهدين. بقى اقترحنا الفيلم لعده مؤسسات وخاصه بامريكا، وعملنا سكرينينج بسان فرانسيسكو. ما بتتصوري قد ايه في لبنانيه وكمان امريكان، وخاصه امريكان حضروا فيلم وحسوا انه الفيلم عم بيحكي عنهم، لانه يعني الفيلم بيحكي عن مش بس عن الاغتراب وجرح الاغتراب، بيحكي عن شو هي العائله، بس بيكون في بس عايشين بمجتمع هالقد قلق، وقديه لازم الأب يخبر قصصه لأولاده، خاصة بس هو عاش تروما أو عاش صراع معين. اجتني وحدة أمريكانية يابانية قالت لي أنا بحس إنه بي تصرصع بالحرب بس ما عم بيخبرني شيء، من وراء هالفيلم بدي اروح ارجع اساله شو عاش هو. جوني ناس كمان خاصة الامريكان نصهم منهم امريكان، يعني كلهم جايين جديد، يا من اول جيل يا من ثاني جيل يا من ثالث جيل، بس انه منهم كلهم 100% امريكان، صار لهم 400 سنة هون او 500 سنة هون، اصلا امريكا منها هالقد قديمة. بقى حسيت انه هذا الفيلم بالذات عم بيحكي مع الشعور الامريكي، خاصة انه هن عندهم ذات الجرح وجرح الاغتراب. صحيح. ابراهيم، شو شعورك او شو اخذت من بعد هالموفي؟ والله انا عندي تعليق واحد على الفيلم،
أعجبني كثيرا، وهو يحكي قصة إنسانية وكلنا يعني نرى أنفسنا في هذه القصة. ومن الأشياء التي قالها المخرج أنه لما عرض هذا الفيلم على بعض اللبنانيين قالوا له أنت لا تحكي قصتك وإنما تحكي قصتنا جميعا. وأنا أريد أن أقول لمخرج الفيلم وللبنانيين أيضا أن هذه القصة ليست فقط قصة الإنسان اللبنانيين وإنما هي قصة الإنسان. هلا انا عم بجرب اقول للبنانيين اللي عم يدعوني تاجي فرجي الفيلم، بلشنا بامريكا، رحنا على افريقيا الجنوبيه، رحنا على سويسرا، رحنا على لندن، رحنا على فرنسا كمان. عم اقول لهم السينما والثقافه ما فيها تكون مجانيه، خاصة ببلادنا اللي ما عنا مؤسسات أو ما عنا وزارة ثقافة عم تساعدنا تتعطينا مصاري تنقدر نعمل أفلام. الأفلام فيها طابع تجاري أكيد، بس فيها كمان طابع ثقافي وطابع عم بيحكي عن هويتك. يعني كل ما حكيتي، كل ما عملتي فين، كل ما فرجيتي مين اللبنانية أو مين العرب أو كيف إن العرب، وغيرتي صورة العرب وصورة اللبنانية بالعالم خاصة اليوم. Did that movie give you any urge to go back and ask your parents or grandparents of their experience? Well, they tell me all the time about it, but yeah, I think definitely. Yeah, absolutely. All right, thank you so much, Brandon. Thank you. Philippe عنده مشاريع للمستقبل إنه يخبر قصص أكثر شمولية. لحلك أكثر شمولية more universal. أعطيك بس مثل بوسطة. أول فيلم بيطلع من إطار الحرب بلبنان، أول فيلم بيحكي عن قصة فيها فرح هي جماهيرية ولقى كتير استحسان ولقى جمهوره وتوزع ب 16 بلد تحت القصف اللي بيحكي عن الحرب. كتار من اللبنانيين قالوا لي خلصنا من الحرب، ما بقى بدنا نسمع عن الحرب. مزبوط، بذات الوقت إذا الحرب قدامك شو بتعملي؟ مجبورة تصوري هاللي بوجيك. الفيلم تحت القصف توزع ب 35 بلد، جاب 23 جايزة. يعني شموليا يونيفرسال، انباع، انحضر، اوكي؟ وأنا رحت على من ال 23 جايزة رحيل لي على شي 15 مهرجان، ما بس أحكي عن الفيلم، بس أحكي عن لبنان، يعني يكون سفير لبلدي. هيدا الفيلم رح يتوزع بفرنسا، رح يتوزع بإيطاليا. أنا مع بعتقد مخرجين اثنين بلبنان، نادين لبكي، زياد دويري، بركي واحد أو اثنين غيرون، من الوحيدين هاللي بنعمل الفلومي ومنوزعون برا، يعني ما بيبقوا بس بإطار لبناني محط. فيليب أراكتنجي، نحن كتير مبسوطين بوجودك معنا. We can't wait إن نشوفك مرة جديدة بنيويورك بأعمال أخرى بتلاقي أكيد نجاح على الدوام. شكرا على وجودك معنا. كلمة أخيرة لمشاهدينا. مرسي لART. أنا كتير مبسوط إنكم معكم. ART أخذت فيلمين لإلي، البوسطة وتحت القصف، وكانوا عم بيمروا على قنواتكم. بقى أنا مبسوط ومسرور كون معكم. Thank you. Thank you, Philippe.